السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الكيمياء 101. طبعا هذه المحاضرة الثالثة في مساق في تشابتر ثيرموكيمستري. طبعا احنا اخذنا تعريف الهيت كاباسيتي والسبيسيفيك هيت. السبيسيفيك هيت هي الحرارة النوعية، هي الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام درجة مئوية بالتفاعل، والهيت كاباسيتي هي الحرارة أو الكمية اللازمة لرفع درجة حرارة كمية من المادة. وإحنا الكمية عادة بنقيسها في وحدة المول، الكمية بنقيسها في وحدة المول. فعرفنا إنه الهيت السبيسيفيك هيت تساوي الماس في سبيسيفيك هيت السي أو الهيت كاباسيتي. أخذنا تعريف عبارة عن الهيت كاباسيتي، الهيت كاباسيتي تساوي الماس في السبيسيفيك هيت، وعرفنا انه الكيو تساوي ماس في السبيسيفيك هيت في دلتا تي، وعرفنا انه الكيو ممكن نقيسها هيت كاباسيتي في دلتا تي، ووحدتها الهيت الجول وديس از جول. طبعا هذا تعريف الهيت كاباسيتي، واخذنا امثله. الان نكمل على الامثله. ناخذ مثال: the heat capacity of methyl alcohol is 80.3 جول لكل مول لكل كلفن، جول لكل مول كلفن. This is heat capacity. What the quantity of heat will be evolved when the temperatures of 256 جرام of methyl alcohol falls from كذا من 22 ل 2 سيليوس. نعني الآن الكيو تساوي specific heat في دلتا تي، بس احنا بنعرف انه الكيو لازم تطلع جول. هاي جول لكل مول في كلفن في دلتا تي، فالآن هاي بتطلع جول بير مول، معناته ما علي إلا أضربها في عدد المولات اللي موجودة. الآن أول شيء بدي أحسب المول، بدي أحسب المول. إذا بدي أحسب المول، فحساب المول بيكون مول هي 2610 جرام على الكتلة المولية 32.05، وبنحسب عدد مولاتها بهذه الطريقة. إذا بدنا نعملها calculations، ألفين وستمية وعشرة تقسيم 32.05 وتساوي 81.44 مول. معناته الآن الكيو تساوي heat capacity في دلتا تي ضرب المول، لانه الهيت كاباسيتي تعريفه اللي معرفنا اياها بالسؤال جول بير مول، بير دلتا تي ضرب دلتا تي ضرب مول، مشان تطلع معي بالاخر اليونت للكيو. هاي المول مع المول، الدلتا تي مع الدلتا تي، تطلع معي بالاخر جول. الان 80.3 ضرب دلتا تي هي تي فاينل 2 2 ناقص 22.20 ضرب عدد المولات هي عبارة عن 81.44. الآن ضرب 20 ضرب 83.3 بتطلع 1.3 ضرب 10 كيلو جول، 1.3 10 2 كيلو جولز، فجوابي بي. تطلع الوحدة هاي 1 3 0 4 8 5. بدنا نقسم هاي جول. الآن 1303 فاصلة، طبعا هنا سوري، هذه 1 3 0 7 8 5، هاي بتصير 130.9.8 كيلو جول. الآن هاي بتساوي 1.3
واحد ضرب 10 أس سالب أس 2 كيلو جول بير مول، فهي جوابي 100%، فهو مقرب لأقرب رقم. heat of combustion حرارة الاحتراق، حرارة الاحتراق heat of combustion. the energy is released as heat when a compound undergo complete combustion with oxygen under standard condition. The chemical reaction is typically hydrocarbons reacting with oxygen to form carbon dioxide and water and heat. الهيت كومباسشن هي CnH2n زائد 2 هيدروكربون زائد الO2 بيعطينا دائما ثاني أكسيد الكربون زائد H2O زائد هيت. بدنا نحسب هذه الهيت، هيت كومباسشن. عادة بيستخدموا بامب كالوريمتري في حساب الهيت اوف كومباسشن، والبامب كالوريمتري طبعا هو جهاز اللي بيقيس الفرق في درجه الحراره، يعني عباره عن جهاز وفي وعاء ماء الان، وفي عندي بامب تحدث فيها التفاعل، ترتفع درجه حرارتها، درجه الحراره ترتفع بتنقلها لحراره الماء، الان باخذ فرق حراره الماء هو عباره عن الدلتا تي للرياكشنز. نأخذ مثال، in constant volume pump calorimetry any unknown chemical react with excess oxygen to give carbon dioxide and water. The temperatures is the temperature of 2 kilo gram of water in the calorimetry بترتفع من 19 ل 23. طبعا احنا هناك وهي عبارة عن calorimetry، الجهاز طبعا بيكون في حوض، هذا ماء، الان هون التفاعل يحدث، ترتفع درجه الحراره، طبعا ناخذ التي انيشال للماء، راح يحدث التفاعل، راح يعطينا حراره، يعطي الماء حراره، راح ترتفع التي فاينل، فالدلتا تي هي الفرق بين التي فاينل للماء ناقص التي انيشال للماء، يعني بعد التفاعل وما قبل التفاعل. The heat capacity of the calorimetry. Heat capacity of calorimetry 2.02 kilojoule per Celsius. And the specific heat of water. The heat is given by of combustion reaction is. بدنا نعرف ال heat of combustion. ال heat of combustion هي عبارة عن Q mass في specific heat في delta T. أها. زائد طبعا الآن طلعوا علي الحرارة، جزء منها راح على الماء وجزء منها ظل بالكالوريمتري، لأنه الكالوريمتري زائد الكيو اوف كالوريمتري، الكيو اوف كالوريمتري هاي كيو، طبعا كيو اوف H2O زائد الكيو اوف كالوريمتري، الكيو اوف كالوريمتري معطيني للهيت كاباسيتي ضرب دلتا تي، وبتطلع اخر شيء كيو. الان الماس للماء هي 2 ضرب 10 اس 3 ضرب 4.18 سبيسيفيك هيت للماء ضرب دلتا تي، ارتفعت طبعا هي نفسها درجه الحراره 23 سي حتى 23.84 ناقص 19.84 ودلتا تي تساوي 4 زائد 2.02 كيلو جول، عشان تطلع معنا جول ضرب 10 أس 3 ضرب 4. احسبها الآن، نحسب الهيت كبس الهيت اوف كومبشن هي عبارة عن الكيو، الهيت اوف كومبشن عبارة عن الكيو. طبعا heat of combustion معناته الإشارة بتكون سالبة لأنها أعطت given. الآن نقول 2 C ضرب 2.02 exponential
ثمانية. هاي ثمانية بوينت أو ثمانية ضرب عشرة أس ثالث ثلاثة. طيب أسع الآن حط اثنين ضرب أربعة بوينت واحد ثمانية ضرب أربعة ثلاثة وثلاثين بوينت أربعة ضرب عشرة أس ثلاثة زائد ثمانية بوينت أو ثمانية بتطلع واحد وأربعين بوينت خمسة اثنين ضرب عشرة أس ثلاثة. هاي جول. الآن الإشارة بنحط سالب لأنه heat of combustion، الإشارة بتطلع سالبة وهي سالب واحد وأربعين وستة. جوابي دي بده يكون طبعا عشرة أس ثلاثة هي الكيلو عشرة أس سالب ثلاثة أو عشرة أس ثلاثة. هذا حساب الهيت أوف كومباسشن. نأخذ مثال آخر على الهيت كاباسيتي والمولر هيت كاباسيتي. لاحظ إحنا المولر هيت كاباسيتي أوف أن إي سي إل المولر تساوي 50.5 جول بير مول ضر على كلفن. هاي What is the specific heat؟ بده specific heat CS. CS هي عبارة عن جول بير جرام كلفن. كيف بدي أحول من هون لهون؟ الآن جول بير مول في كلفن ضرب الآن المول هو عبارة عن جرام بير مول بير موليكولر ويت على الماس ماس على الموليكولر ماس صح؟ مش هيك؟ هذا هو المول. الآن بدي اياه مقلوب المول معناته موليكولر ويت على الجرام. طبعا خلينا اوضحها احسن. الآن الواحد مول مش هيك؟ احنا نتعامل مع المولز والمولر ماس هي عبارة عن جرام بير مول. انا بدي المول فوق معناته بدي احط واحد على المولر ماس تساوي مول على جرام معناته ضرب واحد على مولر ماس وبتطلع. طبعا الواحد مول ها يساوي المولر ماس لان اي سي ال 58.5 جرام. هاي المول مع المول صفى الوحدة جول بير كلفن جرام بير كلفن معناته الرقم تاعي بس بدي اقسم عليه. خلينا اشرحها مرة ثانية. الان انا عندي جول بير مول هذا المولر هيت كاباسيتي. انا الان بدي احولها جول بير جرام كلفن. ما علي الا انه الواحد مول من اي مادة من الـ NaCl يساوي 58.5 جرام. بس انا بدي اجيب الجرام تحت معناته بقول ال 58.5 جرام هذا الكونفيرتنت فاكتورز واحد مول المول مع المول صفى الوحدة تاعيتي معناته الرقم تاعي ضرب تقسيم 58 وهو 50.5 صفر تقسيم 58.5 بتطلع بوينت ها بتطلع الرقم بوينت 86 وهذا جوابي وهذا جوابي. فقط سهل جدا. ها نعيدها. المولر هيت كاباسيتي هي 50.5 جول بير مول في كلفن. بدي احولها جول بير جرام كلفن تضرب واحد مول. الواحد مول من الـ NaCl يحتوي على 58.5 جرام المول مع المول فصف الجواب إلي 0.86. هذا بالنسبة للكالوريمتري. نأخذ مثال آخر على الكالوريمتري كيف بيستخدموه.
كوفي كاب ان كوفي كاب كالوريمتري. كالوريمتري 100 مل احنا اخذنا اي جي ان او 3 زائد اتش سي ال هذا 100 مل هذا 0.1 مولر وهذا 100 مل وهذا 0.1 مولر بده يعطينا اي جي سي ال سوليد زائد اتش ان او 3 زائد هيت. Calculate the heat given by the reaction in joule per gram of AgCl by using the following information. The mass of solution, its specific heat. والآن ما قال لي إنه الكالوريمتري بسحب. إحنا الآن مباشرة لQ ها تساوي mass في the specific heat of H2O ضرب دلتا تي. اذا الكالوريمتري بسحب حراره بده زيد تعيت الكالوريمتري هيت كاباسيتي ضرب دلتا تي. بس الكالوريمتري ما جاب لي سيرته معناته هي الحراره. انا عامل تفاعل في وسط مائي الان درجه الحراره فرق الحراره حيطلع الماء فمعناته الحراره هي فرق درجه الحراره ضرب كميه الماء ضرب كميه ضرب السبيسيفيك هيت للماء وتساوي الماس. طبعا الماس انا حاط 100 مل 100 مل واحنا هذول اكويا سوليوشن معناته 100 مل ماء والدنسيتي للمي واحد معناته هذول عباره عن 100 جرام 100 جرام و100 جرام 200 فالتوتال ماس 200 جرام وهو حاك لي اياها هنا التوتال ماس 200 جرام ضرب السبيسيفيك هيت للمي 4.18 ضرب دلتا تي دلتا تي هيا تمبريتشر رايز بمقدار معناته 0.56 سيليوس هاي جول فبقول 200 ضرب 4.18 ضرب 0.56 تطلع 468.16 جول. هاي جول ترى الجواب موجود هيو لانه جيفن سالب معناته بده تكون اشاره سالبه مش ابزور بس هذا وحده جول بس هو طالب جول بير جرام هو طالب جول بير جرام كيف بدنا نحولها جول بير جرام. الآن بدنا نحسب إحنا الآن كم جرام ممكن يعطينا من الـ AgCl كم جرام بده يعطينا من الـ AgCl وبقول الواحد كمية الجرام من الـ AgCl أعطانا هذه الهيت 4.68 جول. طيب الواحد جرام كم بيعطينا نسبة تناسب بهذا الشكل. طبعا هاي الإشارة سالبة لأنه given of أعطانا to give the calculate the heat given by given by أعطانا بالتفاعل أعطانا معناته بدها تكون إشارة سالبة. الآن هنحسب بس الكمية الآن قديش كمية الـ AgCl النتج؟ هذا الليمت 1 مول 1 مول صح؟ احنا خلينا نحسبها Ag plus زائد Cl minus هذا نت ionic equation بيعطينا AgCl ناخذ أي واحد منهم عدد مولاته هذا عبارة عن 0.1 مول
معناته بده يعطينا 0.01 مول، ها شيك واحد لواحد. طيب 0.01 مول، مولات الاي جي سي ال اعطانا 0.01 مول. الان الماس بدي اضرب بالمولر ماس، مولر ماس كم للاي جي سي ال؟ 143. طيب ها 0.01 ضرب 143.35 1.4 جرام، هاي حسبناها. الآن بقول 1.43 جرام of AgCl أعطانا كمية الحرارة ناقص 468.16. طيب الواحد جرام كم بيعطينا X؟ معناته بقول 468 تقسيم 1.4 صحيح 3 وبتطلع 326، وهذا الجواب الصحيح. نعيد أعيد حله. الآن انكوفي كاب كالوريمتري، احنا جبنا تفاعل بهذا الشكل، حطينا فيه 100 مل 0.1 مولر AgNO3 و 100 مل 0.01 مولر HCl، حطيناها هون. هذا التفاعل صار التفاعل وأعطانا حرارة، بده يحسب قديش كمية الحرارة، بس كمية الحرارة بده يحسبها جول بير جرام، هذا هدف السؤال. الآن هذا التفاعل أكويس مي، فأنا حطيتهن. الآن انتبهوا، إذا عدد المولات هذول مختلف بدنا نعتمد على الليميتنج رياكتنس، فهو اللي بيخلص أول راح يوقف الحرارة، ننتبه نربط مع الليميتنج رياكتنس. الآن إحنا حسبنا هذا، بدي أحسب الكيو. الآن الكيو هي عبارة عن ماس في السبيسيفيك هيت في دلتا تي. الماس هي عبارة عن 200، ليش 200؟ لأني خلط 100 مع 100 ضرب للمي 0.148 ضرب دلتا تي 0.56، بتطلع معانا 468.16، هاي جول، بس هو بده جول بير جرام. الآن باجي على التفاعل، 1 مول من الـ AgNO3 بيعطينا 1 مول AgCl، بدي احسب كمية المادة اللي اعطتنا هاي الحرارة. الآن هذه 0.01 مول بده يعطينا X، فمولات الـ AgCl تساوي 0.0. الآن بدي احسب الماس of AgCl تساوي 0.01 ضرب 143، هيها مولر ماس، فمعناته الماس of AgCl تساوي 1.433. خلصنا؟ هاي الآن باجي بقول ال 1.433 جرام أعطانا ناقص 468.16 جول. طيب الواحد جرام كم بده يعطينا؟ إكس، فبطلع الإكس هي تساوي 1 ضرب ناقص 468.16 على 1.433، وبتطلع 326 سالب 0.6، هاي جول بير جرام، هذا الحل. نأخذ مثال آخر على كله على الكالوريمتري. الآن أخذنا تفاعل HCl زائد NaOH بده يعطينا H2 زائد NaCl زائد هيت. هاي الهيت بما انه هذه اسيد وهذه بيس بسموها هيت نيوتراليزيشنز، ان وهي كالكوليت ذا هيت نيوتراليزيشن. الان الدلتا اتش ان تساوي الماس ضرب السبيسيفيك هيت ضرب دلتا تي. اذا الكالوريمتري باخذ حراره من زائد الكالوريمتري،
بما انه الكالوريمتر مش مذكور معناته ما لناش دخل فيه. تساوي الماس، انا خلطت 30 مل مع 30 مل، وهذول مية اصلا محضرات، ها معناته 60 مل ماء، والدنسيتي تساوي واحد، الدنسيتي تساوي واحد، فالكتله تساوي 60 ضرب السبيسيفيك للمي ضرب دلتا تي كم؟ الانيشال 20 والفاينل 24 معناته 4، وبتطلع معانا كميه الحراره 60 ضرب 4.18 ضرب 4، هذه بتطلع 1 كيلو جول دلتا اتش. بس هو بده كالكوليت ذا هيت نيوترايزيشن اوف ذا رياكشن كيلو جول بير مول. كيلو جول بير مول. الان باجي بكتب التفاعل HCl زائد NaOH بيعطينا التفاعل. هذا اخذنا منه 30 مل 1 مولر، هذا 30 مل 1.1 مولر. مين الكميته اقل؟ هو الليميتنج رياكتنت. طبعا لما تضرب هذا هو الكميته اقل، فالليميتنج اذا واحد لواحد، اذا في كوفيشنت بدي اقسم على عدد الكوفيشنت، الكميه اللي بتطلع اقل هي الليميتنج رياكتنت زي ما اخذنا في الماضي. فالان هذا مولاته تساوي 30 ضرب 10 او سالب 3 ضرب 1، فهي تساوي المولات. الان بقول 30 ضرب 10 أس سالب 3 مول بيعطيني كمية الحرارة الواحد كيلو جول. طيب الواحد مول كم بيعطيني؟ إكس فقط. فإكس تساوي تقسيم 30 إكسبوننشال سالب 3 تساوي 1000 تقسيم 30 33 تطلع 33.5 كيلو جول بير مول. طبعا given off معناته بتعطينا، معناته شو بدها تكون الإشارة؟ سالبة. فجوابي دي. هذا كلها تطبيقات على الكالوريمتري، اخذنا كل الحالات، يعني احدى الاسئله راح تكون واحد منهم. هذا بالنسبه للمحاضره، وان شاء الله نعطيكم محاضره اخرى.